يقول: كنت أعمل بالعراق منذ سنتين، وقد حصلت علي قضية فحكم علي بالسجن 10 سنوات، فهل لزوجتي الحق في طلب الطلاق والحصول عليه؟ أولا أنت معذور في تأخرك عنها بسبب السجن، ولكن هي إذا كان عليها ضرر من هذا الانتظار يلحقها مضرة، أي تتقدم إلى القاضي الشرعي وهو ينظر في قضيتها. نعم.